بلادنا. على كل حال احنا نطلب منك يا السيد الرئيس الوادي المحترم بنكة للفلاحين وللناس الكبار. الناس الكبار يروحوا يسرقوهم يشبعك يدهموهم توما بلاد. حبينا بنكة قديش وحنا نطالبوا في البنكة ما كانش. يقول هي هي سيد الوادي نطلبوا من يرحم ليضناك يرحم هذا أجر وسمعت. وهذه الناحية هذه يقول لها الناحية الثالثة أبو علي ما كانش دار اللي ما فيها الشهيد وزوج ثلاثة وما كانش دار اللي هي أعطت ما أعطت للثورة التحريرية. أنا كنت مقاوم في حرب التحرير هنا في الناحية وراني معروف سمعت أبو السيدة سمعت بابا كاين مجاهد رز راهو يعرفني المجاهدين يعرفوني سمعت. والحمد لله بلادنا تحررت بالدم والدموع بالتضحية والفداء. حبينا سمعت بلادنا هذه نتهلاو فيها ونقول له إن شاء الله فلسطين راه يستقل سمعت بربي إن شاء الله النصر والاستشهاد.